مستمرة تغطية خاصة حول ذكرى رحيل الشهيد القائد أبو مهدي المهندس. جولتنا مستمرة داخل أروقة مديرية الإعلام الحربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل الهلا والسلام ورحمة الله. حضرتكم المصور الشخصي للشهيد القائد أبو مهدي المهندس، حدثنا عن هذه يعني التجربة المهمة والرحلة، وشنو المواقف اللي تستذكرها بعد يعني بعد كم يوم احنا راح ندخل بعام كامل على ذكرى استشهاد الحاج أبو مهدي المهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الحاج أبو مهدي هو كله مواقف. أنا بحكم أنه المصور الخاص، وهذا الحمد لله والشكر أنه أنا 5 سنوات الله وفقني أنه أكون المصور الخاص للحاج أبو مهدي. الحاج كان كتلة من الإنسانية، كتلة من العطاء، من الاحترام، من البساطة، من النبل. يعني الحاج أبو مهدي يعجز الوصف، وأعجز أنا يعني أنه أوصف هذا الإنسان أو هذا الملاك. أبو مهدي المهندس كان بكل شيء معطاء، بكرمه، بأخلاقه، بنبله. يعني المواقف اللي كانت للحاج أبو مهدي كثيرة، بس أهمها أنه كان الحاج أبو مهدي ينطي الاهتمام الكلي لعوائل الشهداء والجرحى، بحيث أنه أنا مرة من المرات جيت قلت له حجي أكو ناس يعني أنه تريد تقابله. قال بويا الجريح أو الشهيد بدون ما تقول لأحد تجي مباشر تجيبه إلي وتجي. وفعلا يعني هذا الشيء كان معطاء بي، كان عنده اهتمام خاص يعني حتى بعوائل الشهداء، انه قال لهم تعينون بنات حتى تروح العوائل الشهداء، لا يروح شاب لعائلة الشهيد او رجل لعائلة الشهيد. وهذا اللي مشت عليه مسيرة الحاج ابو مهدي. عندك مؤسسة الشهداء والمضحين مشت بهذا الموضوع. أسألك بحكم حضرتك المصور الشخصي، هل عندك استعدادات بحكم حضرتك تمتلك صور وجولات مع الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، وإحنا اليوم داخل أروقة مديرية الإعلام الحربي شاهدنا استعدادات مقبلة حول إحياء هذه الذكرى، فحضرتكم أكيد عندك يعني مثل ما يقولون الجولات أو الصور اللي راح تزودنا بها، هل راح نشاهد يعني أمور حصرية وجديدة بضمن المحافل اللي راح تقام إن شاء الله؟ إن شاء الله. هو إحنا أكو خطة وضعتها مديرية الإعلام لهذا الموضوع. إحنا أريد ذكرى أبو مهدي تستمر 25 سنة اللي قدام، يعني ما أريد كل شيء أنه ينطرح بالسنة الأولى وراح يكون كل سنة راح يكون عندنا شيء متجدد للحاج أبو مهدي. وإن شاء الله نوعدكم بخير أنه عندنا صور خاصة للحاج أبو مهدي، وأكو لقطات خاصة راح تنعرض بالأفلام الوثائقية اللي حكوا عنها الأساتذة القبلي، وراح تكون حصريا تعرض لأول مرة، وراح يكون فشي نادر. الحاج أبو مهدي يعني عندنا أرشيف زاخر بهذا الموضوع، من الاجتماعات، من الجولات، من الميداني، وحتى الجلسات الخاصة موجودة. هذا كله راح ينطرح بس وفق برنامج، انه حتى يكون هذا الذكر الأجيال كلها تستذكر هذا الإنسان كل سنة، يكون متجدد كأنما حاضر ويانا كل يوم وكل سنة. هذا اللي راح يكون، وإن شاء الله نوعدكم خير. شكرا لك. كل الهلا بيك.